Hey, hello everybody, it's your boy خالد جو. اعرف سحبت سيفون على القناة ما عطيت اهتمام ولا شيء. اخر فيديو نزلت تقريبا قبل مدري كم شهر بشوف في القناة، بس ما كان بقصد، والشيء الثاني كان علي نقل، والشيء الثاني كان علي اشغال كثير لازم اخلصها، في قروش كذا صار في لخبطة. فاهم شيء اني خلصت من هذا كل شيء، فالحين اقدر اركز في القناة ان شاء الله. باذن الله ما راح يكون في سحبات ولا شيء. Here I'm back. فنشوف ايش بسوي في القناة، وايش ارتب جدول، واشوف ايش انزل. اكون صريح معاكم، نفسي انزل اشياء كثير في القناة، توتوريالز، خلف الكواليس، ريفيو عن اشياء اللي عندي، وايكومنت اللي عندي، والجير اللي انا استخدم وقت التصوير، اندور اوتدور، فوتو فيديو، كل هذا نفسي اصور لكم فيديو كذا انزلها هنا، غير الانبوكسنج، غير الاشياء اللي يعني وصل لنا يوم كنا قاعدين نجهز الاستوديو. هذا شيء ثاني. من جد بجي اتكلم معاكم في موضوع الاستوديو، بس مو الحين. فالحين خلينا مع هذا الفيديو دقيقه، خلينا نظبط هنا الايزو. فزي ما انتم شايفين وراي الحين هذا لسه بجيكم فيديو كده فريش، تور كامل على الاستوديو، والكومنت اللي عندنا في الاستوديو، والخدمات اللي نوفرها في الاستوديو، واشياء كثير ممكن راح تستفيدوا منها انتم قبل ما انا استفيد منها. فمن الاخر، الشيء الثاني الحين خليكم مع فيديو خلف الكواليس، وبعدين ارجع اتكلم معاكم. بيس. نرجع مره ثانيه، فيديو احسن من قبله. مرحبا بكم في لوكيشن رقم واحد حق تصوير اغنيه الحمد لله من غناء الاستاذ حمود الحكمي اللي هو معروف بالجد. هذا امامنا وانا المعلق حقكم، وهنا اللوكيشن طبعا، والشباب متواجدين. هذا المخرج حقنا خالد جو، وجنبه المخرج الثاني صاحبنا عبد الله. أنا محمد تمام، مشارك وممثل قدير في الفيديو. يو شو عندنا ده؟ صورنا صورك. انتبه خلف الكواليس. جامد صح؟ مشاكل داخلية. تعرف والله، بالعكس والله تعرف. أنا إيش قلت لك؟ لو الوضع عادي زي هناك كان عادي والله. روح علق لهم علم أنت. ما بعلق ليه أنا؟ الحمد لله الحمد لله. يلا يا أبوي جابك دي وفي على الباضي. يلا يا أبوي قوم قوم. كله مقدر من الله. الحمد لله الحمد لله. هذا خالد جو ولا خالد راحوا؟ تقول نجلس زي كذا؟ والله يعني لوكيت، بس اللبس حيتوصل عادي. يتوصل في مغالطه، واحنا في مغسله حاليا. شوف Yeah. That's what's up. خلينا ذي المرة نتبع المخرج ونشوف ايش الموضوع. ايش عنده؟
بي او بي كمان مان تشيل تشيل. انا قاعد اتبع المغرب عشان في النهايه يطرفني. ايوه يا ابوي ده الصح ده الصح. هذا لما يقول لك طجم هذا كل الملابس تعرف من فين؟ من فين؟ من محل اسمه ديسكوير مركز الكورنيش الدور الاول. هذا الصح. وريهم 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 الطقم. You see man, that's how I roll man. I keep it tight man, I keep it OG. سامحني يا ربي على الاغلاط الغير محسوبة. الدنيا حلوة بس فيها قوانين ملعوبة. معلومة الدنيا خي معلومة. معلومة الدنيا خي معلومة. معلومة الدنيا خي معلومة. الدنيا مني ومنك مطعونة. الحمد لله والحمد لله والحمد لله كله مقدر من الله. الحمد لله الحمد لله والحمد لله كله مقدر من الله. الحمد لله والحمد لله والحمد لله كله مقدر من الله. الحمد لله. زي ما شفتوا هذا كان بيهايند ذا سين شيء خفيف لطيف كذا. فاول شيء اعتذر منكم على موضوع الصوت لانه الصوت كان مره مره ازعاج لانه صورنا في مغسل السيارات فهناك كميه مواطير صوت الهواء. ترى صورنا بالجوال بيهايند ذا سين فانت تعرف عاد المايك حق الجوال يلقط لك كل الاصوات اللي حولك وبس. والله ومن جد من جد بشكر كل شخص اشتغل معي في هذا الفيديو. من جد شكرا لكم. وقت ما انزل هذا الفيديو اعتبر الاسبوع اللي بعد على طول راح يكون في فيديو ايش تور على الاستوديو كامل كل تفاصيل الاستوديو وفي اشياء كثير كذا اقول لكم اياها في الفيديو الجاي ان شاء الله. حساباتي كلها راح تلاقيها تحت في الديسكريبشن وحسابات الشباب ان شاء الله راح احط لكم اياها كمان في الديسكريبشن لانه الشباب ما قصروا من جد من جد من جد ما قصروا. فهذا اقل شيء اسويه انه احط حساباتهم تحت بس. والله بيس اسعى وامسك خطك وخلي الامل دائما بالله. سامحني يا ربي على الاغلاط الغير محسوبه. الدنيا حلوة بس فيها قوانين ملعوبة.